السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد مع مجوهرات فاتين. البنات عندي لكم برومو اللي غزاله وزوينه، برومو اللي رائعه بمناسبه راس العام. كتجي على هذا الشكل، هذا انشان فيها بزاف ديال لي بابيون. البنات كتجي غزاله غزاله على هذا الشكل، هذا غادي نحاول نبينها لكم عن قرب. وبالنسبة للاشين ديالنا عن قرب كتجي غزالة البنات، وكتجي زبونة معها انشان ديال الفرصة رقيقة. البنات بالنسبة للاشين راه رقيقة، ولكن راه الصح والعمل ما كتقطع عليك مع حتى شي حاجة. كتجي هكا نازلين منها هاد الفراشات فحال ما هكا على هاد الشكل. البنات روعة روعة روعة، وشي حاجة اللي خطيرة، شي حاجة اللي غزالة. البنات غادي نحاول نبينها لكم من البوسة باش تشوفوها مزيان. وفي اللبسه ديالها كتجيها على هاد الشكل البنات، كتجي غزاله وزوينه وكتجي رائعه في اللبسه ديالها. كنتمنى البنات الاقتراح والبرومو اللي درنا لكم في راس العام انه ينال الاعجاب ديالكم. مرحبا بكم عند مجوهرات فاتين.